السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة التثبيت والمراجعة لدروس المستوى الثاني من مكوني الاستماع والتحدث، إذا أعزائي فيما بعد سنتعرف على عنوان حكايتنا لهذا اليوم، فهيوا معي لنكتشف درسنا. إذا أعزائي أهداف حصتنا لهذا اليوم هو تذكر المضمون العام للحكايه من خلال سماعها، وأيضا سنقوم بتذكر عناصر الحكايه من شخصيات، مكان، زمان، وأحداث، بعض الأحداث من الحكايه، وكذلك تذكر البنيه السرديه للحكايه، وكما قلنا البنيه السرديه للحكايه هي البدايه، التحول، المشكل، حل المشكل و. البدايه. إذا كما قلت هذا هو مجموع الأهداف التي سنقوم بالتركيز عليها وتحقيقها في حصتنا لهذا اليوم، تذكر المضمون العام للحكاية من خلال سماعها، تذكر أيضا عناصر الحكاية، تذكر البنية السردية للحكاية ولا ننسى كذلك استثمار القيم، استثمار القيم المعالجة في الحكاية. إذا أعزائي قبل أن نبدأ حصتنا لهذا اليوم تذكروا أنني لم أذكر اسم الحكاية إذا أعزائي كتذكير سنقوم باكتشاف حكايتنا لهذا اليوم عن طريق مجموعة من التلميحات التي سأظهرها لكم الآن إذا التلميح الأول هي أو هو صورة لطفلين يقومان بعبور الطريق عبور الطريق نعم مع مجموعة من إشارات المرور إذا هل تذكرتم عنوان حكايتنا لهذا اليوم؟ نعم؟ إذا أعطيكم تلميحا آخر، إذا هذه الصورة صورة لإشارة ضوئية أخضر برتقالي أحمر، إذا هاتين الصورتين هل أعطتكم تلميحا لعنوان حكايتنا لهذا اليوم؟ إذا السؤال هو ما هو عنوان الحكاية يا ترى؟ نعم، إذا فكروا قليلا. إذا جيد عنوان حكايتنا لهذا اليوم هو إشارات المرور، إذا أعزائي بعد أن تعرفنا على العنوان سنقوم الآن بالتسميع، أدعوكم أعزائي إلى سماع حكايتنا لهذا اليوم إشارات المرور، حكاية إشارات المرور شروق طفله صغيره تعودت على حب النظام والالتزام به وذات يوم بينما هي في الطريق الى مدرستها القريبه من منزلها وقفت امام اشارات المرور تنتظر ان يصير الضوء اخضر للراجلين انتظرت شروق وانتظرت لكن الضوء لم يتغير وبقيت السيارات تمر وتمر وشروق تنتظر وتنتظر سالت شروق الضوء الاحمر ما بك ايها الضوء الاحمر لما لا تترك الفرصه للضوء الاخضر كي يشتعل ويسمح لي بالمرور واصل الى مدرستي في الوقت المناسب اجابها الضوء الاحمر سامحيني ايتها الطفله الجميله مصباح الضوء الاخضر معطل حزنت شروق لهذا الامر وراحت تفكر كيف تمر بامان الى الرصيف الاخر يا الهي ماذا افعل اريد المرور ساتاخر عن مدرستي في تلك اللحظه ظهرت لها شرطيه المرور ووقفت بحيث يراها الجميع وشرعت في تنظيم حركه السير بحركات يديها توجهت شروق بهدوء نحو الشرطية حتى إذا اقتربت منها نادتها يا سيدة الشرطية أريد العبور إلى الرصيف الآخر غير أن الضوء الأخضر معطل فقد أخبرني بذلك الضوء الأحمر فقد أخبرني بذلك الضوء الأحمر هل تساعدينني لأمر؟ كي لا اتاخر عن موعد الدخول الى مدرستي ابتسمت الشرطيه واستجابت لدعوه شروق فاوقفت حركه المرور من الجهه الاخرى بحركه من يدها وساعدت شروق ومن كان معها على المرور بامان استعدت شروق للمرور وقد بدت عليها علامات الفرحه وهي تقول للشرطيه شكرا لك يا سيدتي الشرطيه الان ساعبر في امان الى الرصيف الاخر ولن اتاخر عن دخول قسمي شكرت الشرطيه بدورها الفتاه الصغيره وهي تقدم لها التحيه وحين عبرت شروق الى الرصيف الاخر سالت الضوء البرتقالي وانت ايها الضوء البرتقالي ما دورك في تنظيم المرور انا يا صغيرتي انبه السائقين ليستعدوا للتوقف لان الضوء الاحمر سياتي بعدي حين وصلت شروق الى الرصيف الاخر شكرت الاضواء الثلاث وهي تردد احترام اضواء السير بالوانها الثلاثه هو احترام للحياه احترام اضواء السير بالوانها الثلاثه هو احترام للحياة نهاية الحكاية إذا أعزائي بعد أن استمعنا إلى حكايتنا إشارة المرور سأدعوكم إلى اختبار فهمكم السماعي لهذه الحكاية عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة إذا انتبهوا معي السؤال الأول يقول ماذا كانت تريد أن تفعل شروق ماذا كانت تريد أن تفعل شروق؟ في بداية الحكاية أرادت شروق أن تفعل شيئاً ما، ما هو؟ نعم، فكروا قليلاً. جيد، إذا أرادت شروق أن تعبر الشارع لتصل إلى مدرستها، جيد، تريد أن تعبر الشارع، نمر إلى السؤال الثاني، يقول: ما هو المشكل الذي واجهته؟ ما هو المشكل الذي واجهته شروق؟ نعم، أحسنتم، إذا لم تستطع شروق عبور الشارع لأن الضوء الأخضر معطل، الضوء الأخضر الذي يسمح لها بالمرور كان معطلا، إذا السؤال الثالث يقول: من ساعدها في عبور الشارع يا ترى؟ من ساعد شروق على عبور الشارع؟ نعم، أحسنتم، جيد، ساعدتها شرطية المرور، ساعدتها شرطية المرور، ونمر إلى السؤال الرابع، السؤال الرابع يقول: ما هو دور الضوء البرتقالي؟ نعم، سألت شروق الضوء البرتقالي عن دوره، ماذا قالت؟ أو ماذا ماذا كان جواب الضوء البرتقالي؟ نعم، جيد، أحسنتم، دور الضوء البرتقالي تنبيه السائقين ليستعدوا للتوقف، أعيد: دور الضوء البرتقالي تنبيه السائقين ليستعدوا للتوقف، إذا بعد أن قمنا باختبار فهمنا السماعي للحكاية سنمر أعزائي لتعرف عناصر الحكاية، جيد؟ إذا عناصر الحكاية وعنوان الحكاية دائما في الوسط إشارات المرور، إشارات المرور، إذا أول عنصر نتعرف عليه في حكايتنا هو أحسنتم هو الشخصيات، إذا ما هي شخصيات الحكاية؟ إذا هناك مجموعة من الشخصيات في حكايتنا إشارة المرور، ما هي؟ نعم، لنكتشفها معا، إذا شخصيات الحكاية شروق الضوء الأحمر، الضوء البرتقالي، الضوء الأخضر وشرطية المرور، أعيد شروق الضوء الأحمر، الضوء الأخضر والضوء البرتقالي وشرطية المرور، إذا بعد ذلك إلى ماذا سنمر؟ نعم زمن الحكاية، إذا أين متى وقعت أحداث الحكاية؟ نعم جيد أحسنتم ذات يوم لا نعرف بالضبط اسم اليوم الذي وقعت فيه الحكاية ولكن في الحكاية مذكور ذات يوم نعم جيد نمر الآن إلى العنصر الثالث وهو أحسنتم المكان إذن مكان الحكاية في حكايتنا أين وقعت أحداث الحكاية جيد وقعت في شارع كانت متوجهة إلى المدرسة في الطريق والمنزل نعم جيد نمر الآن الى الاحداث اذا هناك مجموعه من الاحداث وقعت في حكايتنا سنتطرق فقط للبعض منها اذا تحب شروق النظام انتظرت الضوء الاخضر ليتغير لكنه لم يتغير بقيت السيارات تمر نعم وسالت الشرطيه او ساعتذر سالت الضوء الاحمر عن سبب تاخر الضوء الاخضر في الاضاءه فاخبرها بانه معطل ف توقفت شروق وسالت نفسها ماذا افعل؟ نعم، توجهت الى شرطيه المرور فقامت شرطيه المرور بتيسير عمليه عمليه السير، نعم جيد وبعد ذلك مرت الى الرصيف الاخر وتوجهت الى مدرستها، اذا سنتعرف معا او سنبني معا البنيه السريه ونبدا باول عنصر منها وهو البدايه، اذا المقطع الاول من، جيد إذا لاحظوا الصورة المرتبطة بالمقطع الأول. من بداية النص إلى للراجلين، من بداية النص إلى للراجلين، إذا نستمع معا إلى المقطع الأول. حكاية إشارات المرور، شروق طفلة صغيرة تعودت على حب النظام والالتزام به وذات يوم بينما هي في الطريق الى مدرستها القريبه من منزلها وقفت امام اشارات المرور تنتظر ان يصير الضوء اخضر للراجلين نعم جيد بعد ان استمعنا الى المقطع الاول السؤال يقول الى اين توجهت شروق الى اين توجهت شروق نعم الى اين جيد احسنتم توجهت شروق إلى المدرسة. توجهت شروق إلى المدرسة. إذاً من هنا نستنتج بداية الحكاية. إذاً نستخلص أن هذا المقطع يشير إلى ماذا؟ إلى بداية الحكاية. نمر الآن إلى المقطع الموالي. إذاً لاحظوا الصورة المرفقة للمقطع. نستمع كذلك إلى المقطع من انتظرت شروق الى تنتظر وتنتظر انتظرت شروق وانتظرت لكن الضوء لم يتغير وبقيت السيارات تمر وتمر وشروق تنتظر وتنتظر نعم اعزائي بعد ان استمعنا الى المقطع لاحظوا معي السؤال الموالي هل عبرت شروق الطريق نعم خرجت من منزلها متجهه الى المدرسه لكن السؤال هل عبرت الطريق لكي تتجه إلى المدرسة؟ نعم فكروا قليلا إذا الجواب هو نعم لا لا لم تعبر الطريق لا لم تعبره إذا كما قلت كانت غادرت منزلها متجهه الى المدرسه لكن حدث تحول لانها لم تعبر الطريق اذا نستخلص ان هذا المقطع يشير الى التحول في الحكايه التحول في احداث الحكايه نمر الان اعزائي الى المقطع الثالث المقطع الثالث ونستمع الى المقطع من سالت شروق الى الدخول الى قسمي سألت شروق إلى الدخول إلى قسمي، استمعوا جيداً إلى المقطع. سألت شروق الضوء الأحمر: ما بك أيها الضوء الأحمر؟ لما لا تترك الفرصة للضوء الأخضر كي يشتعل ويسمح لي بالمرور وأصل إلى مدرستي في الوقت المناسب؟ أجابها الضوء الأحمر: سامحيني أيتها الطفلة الجميلة مصباح الضوء الاخضر معطل حزنت شروق لهذا الامر وراحت تفكر كيف تمر بامان الى الرصيف الاخر يا الهي ماذا افعل اريد المرور ساتاخر عن مدرستي في تلك اللحظه ظهرت لها شرطيه المرور ووقفت بحيث يراها الجميع وشرعت في تنظيم حركة السير بحركات يديها. توجّهت شروق بهدوء نحو الشرطية حتّى إذا اقتربت منها نادتها: يا سيدة الشرطية، أريد العبور إلى الرصيف الآخر غير أنّ الضوء الأخضر معطّل، فقد أخبرني بذلك الضوء الأحمر. فقد أخبرني بذلك الضوء الأحمر هل تساعدينني لأمر كي لا أتأخر عن موعد الدخول إلى قسمي؟ نعم عزيزتي أعزائي بعد أن استمعتم إلى المقطع نجيب على السؤال الموالي ماذا طلبت شروق من الشرطية؟ ماذا طلبت شروق من الشرطية؟ ما هو طلبها؟ نعم احسنتم، إذاً طلبت شروق من الشرطية مساعدتها على عبور الطريق، إذاً طلبت شروق من الشرطية مساعدتها، طلبت شروق من مساعدتها، إذاً ماذا نستخلص هنا؟ نستخلص أن هذا المقطع يشير إلى المشكل، المقطع يشير إلى المشكل، أعزائي نمر إلى المقطع الرابع المقطع الرابع يقول: من ابتسمت الشرطية إلى وهي تقدم لها التحية، ابتسمت الشرطية إلى وتقدم لها وهي تقدم لها التحية، إذا استمعوا جيدا إلى هذا المقطع، ابتسمت الشرطية واستجابت لدعوة شروق فأوقفت حركة المرور من الجهة الأخرى بحركه من يدها وساعدت شروق ومن كان معها على المرور بامان استعدت شروق للمرور وقد بدت عليها علامات الفرحه وهي تقول للشرطيه شكرا لك يا سيدتي الشرطيه الان ساعبر في امان الى الرصيف الاخر ولن اتاخر عن دخول قسمي شكرت الشرطيه بدورها الفتاه الصغيره وهي تقدم لها التحيه نعم اعزائي بعد ان استمعتم الى المقطع نجيب كذلك على السؤال هل استجابت الشرطيه لطلب شروق هل استجابت الشرطيه لطلب شروق نعم نعم جيد، استجابت الشرطية لطلب شروق وقامت بتنظيم المرور لكي تعبر الطريق، إذا نعم استجابت الشرطية لطلب شروق، إذا ماذا نستنتج؟ نعم أحسنتم، نستنتج أن هذا المقطع يشير إلى الحل، هذا المقطع يشير إلى الحل، وفي الأخير والمقطع الخامس نعم جيد، من وحين.. عبرت شروق الى نهايه الحكايه من وحين عبرت شروق الى نهايه الحكايه استمعوا اعزائي الى اخر مقطع من حكايتنا وحين عبرت شروق الى الرصيف الاخر سالت الضوء البرتقاليه وانت ايها الضوء البرتقالي ما دورك في تنظيم المرور انا يا صغيرتي انبه السائقين ليستعدوا للتوقف لان الضوء الاحمر سياتي بعدي حين وصلت شروق الى الرصيف الاخر شكرت الاضواء الثلاث وهي تردد احترام اضواء السير بالوانها الثلاثه هو احترام للحياه احترام اضواء السير بالوانها الثلاثه هو احترام للحياة. نهاية الحكاية. إذا عزيزاتي أعزائي بعد أن استمعنا إلى المقطع الخامس والأخير من حكايتنا أدعوكم إلى الإجابة على السؤال الموالي. إذا السؤال يقول ماذا فعلت شروق في الأخير؟ ماذا فعلت شروق في الأخير؟ نعم أحسنتم شكرت شروق الأضو الأضواء الثلاث شكرت شروق الأضواء الثلاث ومن هنا نستنتج أن هذا المقطع يشير إلى النهاية، إذا هذا المقطع يشير إلى النهاية، إذا نمر أعزائي لكي نقوم بترتيب البنية السردية على شكل خطاطة، إذا لاحظوا معي الخطاطة البداية، إذا نستخلص أن البداية هو هي أعتذر شروق طفلة صغيرة تحب النظام والالتزام إذا شروق طفلة صغيرة بداية الحكاية نمر الآن إلى التح التحول إذا التحول هو وقفت أمام إشارة المرور تنتظر أن يصير الضوء أخضر وقفت أمام إشارات المرور ليصير الضوء أخضر إذا هنا حدث التحول في الحكاية نمر الآن إلى المشكل، إذن المشكل هنا في الحكاية أن شروق انتظرت لكن الضوء لم يتغير، إذن انتظرت شروق أن يتغير الضوء لكنه لم يتغير، فراحت تفكر في طريقة تعبر بها إلى الرصيف الآخر، فراحت تفكر في طريقة تعبر بها إلى الرصيف الآخر بعد ذلك نعم الحل اذا ما هو الحل في الحكايه نعم اذا راحت تبحث عن يعني الحل لكي تعبر الرصيف الاخر فوجدت الحل وهو جيد لبت اي طلبت شروق من الشرطيه مساعدتها فلبت الحل هو ان الشرطيه لبت طلبها اذا لبت الشرطيه طلب طلب دعوة شروق فأوقفت حركة المرور وساعدت شروق على العبور بأمان، إذا أعيد: لبت الشرطية طلب دعوة شروق، جيد، فأوقفت حركة المرور وساعدت شروق على العبور بأمان، إذا والنهاية في حكاية إشارات المرور هي ان شروق شكرت الاضواء الثلاثه وعبرت الطريق وهي تردد احترام اضواء السير الثلاثه هو احترام للحياه ونحن بدورنا نردد احترام اضواء السير الثلاث هو احترام للحياه اذا بعد أن قمنا بتعرف أو بتذكر عناصر الحكاية وتذكر كذلك البنية السردية، سنقوم باستثمار القيم التي استخلصناها من حكايتنا لهذا اليوم، وذلك عن طريق الإجابة بصحيح أو خطأ على مجموعة من التصرفات ولكي نستخلص قيمتنا أو قيمنا لهذا اليوم، إذا اكتشفوا معي الجدول الموالي. أحترم قانون السير واحافظ على سلامتي. احترم قانون السير واحافظ على سلامتي. اجيب بصحيح او خطأ. اذا هذا التصرف هل هو صحيح ام خطأ؟ الجملة الموالية: التزم بالمرور من ممر الراجلين. التزم بالمرور من ممر الراجلين. صحيح ام خطأ؟ والجمله المواليه اعرف دور كل ضوء من الاضواء الثلاث او من اضواء المرور الثلاث الاحمر الاخضر والبرتقالي اعرف دور كل ضوء من الاضواء الثلاث او من اضواء المرور والجمله الرابعه هي عندما اعبر الطريق لا التفت لا يمينا ولا يسارا فقط امر اذا عندما اعبر الطريق لا التفت لا يمينا ولا شمالا إذا صحيح أم خطأ؟ أعيد: أحترم قانون السير وأحافظ على سلامتي، ألتزم بالمرور من ممر الراجلين، أعرف دور كل ضوء من أضواء المرور، وعندما أعبر الطريق لا ألتفت لا يمينا ولا شمالا. إذا فكروا قليلا، أعطيكم مهلة للتفكير، الإجابة بصحيح أم أو خطأ؟ نعم. إذا فكروا قليلا. إذا نقوم بالإجابة معا على الجدول: أحترم قانون السير وأحافظ على سلامتي صحيح أم خطأ؟ نعم جيد صحيح إذا يجب أن نحترم قانون السير حفاظا على سلامتنا: ألتزم بالمرور من ممر الراجلين صحيح أم خطأ؟ نعم جيد صحيح عندما أعبر الطريق لا أعبر في أي مكان فقط في ممر الراجلين المخصص لذلك. أعرف دور كل ضوء، أعرف دور كل ضوء من أضواء المرور، صحيح أم خطأ؟ أحسنتم، صحيح. نعم إذا الجملة الموالية: عندما أعبر الطريق لا ألتفت لا يمينا ولا شمالا. نعم الإجابة الصحيحة: خ خطأ. يجب أن التفت يمينا وشمالا قبل أن أعبر الطريق. إذا أعزائي نستخلص معا القيمة المستخلصة هذه من هذه الحكاية وهي النظام واحترام قانون السير وعلامات المرور يجب علينا احترام قانون السير إذا أعزائي بعد أن قمنا بتعرف عناصر الحكاية واستثمار البنية السردية وكذلك استثمار القيم وصلنا أعزائي إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم وقبل أن ننتهي سأدعوكم إلى الإجابة على النشاط المنزلي الموالي إذا وظفوا المعجم المستخرج من الحكاية في جمل مفيدة وظفوا المعجم في جمل مفيدة إذا لاحظوا معي المعجم إذا فقط اخترت بعض الكلمات أو الأفعال من الحكايه وسنقوم بتوظيفها في جمل مفيدة، إذا المعجم: تحب وقفت تنتظر لم يتغير معطل ماذا أفعل وحزنت، إذا اختاروا هذه الكلمات وضعوها ووظفوها في جمل مفيدة مثال: تحب تحب خديجة رسم الحيوانات، تحب خديجة رسم الحيوانات اذا اعزائي وصلنا الى نهايه حصتنا لهذا اليوم و في أمان الله وحفظه الى اللقاء